تحذيرات خطيرة أطلقت على لسان وزير الموارد المائية الذي زار محافظة البصرة هذا اليوم، كشف فيها أنه في حال دخول العراق الموسم الرابع للجفاف فإنه سيفقد نحو 80% من الزراعة الإجمالية، فيما أشار إلى تعليق دول الجوار مفاوضاتها مع بغداد بشأن الحصة المائية متذرعة بتأخر تشكيل الحكومة. هناك مشكلة في حال استمرار الشحة لموسم رابع، قد نضطر إلى تقليل الزراعة، الخطة الإروائية وليس الزراعة، الخطة الإروائية الخاصة بالزراعة إلى قد تصل إلى بحدود 10 إلى 20% أيضا من الجارة إيران لنفس المبدأ، يعني نفس المبدأ أنه يتجاهلون هذا الموضوع، وبحجة أن الحكومة لم تشكل. لذلك نتمنى إذا كان هذا السبب نتمنى تشكيل حكومة بأسرع وقت حتى نقدر نستمر بإجراءاتنا. نحن قطعنا شوط حقيقة ممتاز بالعلاقة المائية مع تركيا، للأسف العلاقة المائية مع إيران ما زالت تراوح مكانها. مدير رفيع في الوزارة أشار إلى أن الجفاف الذي يضرب العالم حاليا أثر على العراق بشكل كبير، لا سيما أنه يمر بسنته الثالثة على التوالي، فيما كشف عن تأمين مياه في السدود العراقية تكفي لغاية الأشهر الأولى من فصل الشتاء بعد تخفيض نسبة المياه الإروائية للزراعة بنسبة 50%، فيما وفرت المياه الصالحة للاستخدام البشري بصورة كاملة لكافة المحافظات كالبصرة وذي قار. الجفاف في أوروبا هذه الحالة السادسة اللي يمر بها تعاقب 3 سنوات، حالة الجفاف السادسة. وضعت وزارة الموارد المائية خطة تشغيلية لإدارة الموسم الشتوي السابق والموسم الصيفي الحالي، وكذلك تأمين مياه بالسدود العراقية تكفي للأشهر الأولى من الموسم الشتوي القادم. تم تخفيض الزراعة 50% للموسم الشتوي والموسم الصيفي، تأمين مياه لمحافظة البصرة ومحافظة ذي قار. الموارد المائية في البصرة كشفت عن وصول حصص مائية تقدر بنسبة 100 متر مكعب في الثانية للمحافظة، فيما أشار نظيره في ذي قار إلى أن ما يحدث تعود أسبابه إلى التجاوز على الحصص المائية من قبل بعض مديري الوحدات الإدارية. تستمر مديرية الموارد المائية في البصرة بمتابعة الحصص المائية الواصلة إلى شط العرب عن طريق نهر دجلة، الحصص الواصلة بحدود 100 متر مكعب في الثانية. في محافظة ذي قار أن الحصص المائية تصل كاملة في حوض الفرات وفي حوض نهر الغراف، ولكن ما يحدث هنالك بعض التجاوزات ضمن حدود المحافظة من قبل الوحدات الإدارية شمال المحافظة على جنوبها. في وقت يمر فيه العالم بأزمة مياه عالمية، يمر العراق بفترة جفاف للسنة الثالثة، ما تجعله يخسر 80% من زراعته العام المقبل ما لم تتوفر الحلول السريعة والناجعة. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة.